السلام عليكم، اهلا اخواتي، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبنا لكم حلوه نتاع العيد، تحضيرات العيد، حلوه جافه على شكل دمعه ولا لوزه. تشوفوا النيس اللي راه في من الداخل في الوسط، جات ما شاء الله شيشه طريه وبنه، والله غير ما شاء الله بنه لا تقاوم. شكرا حبيباتي على التعليقات الرائعه نتاعكم، شكرا على الدعم نتاعكم، ربي يجازيكم كل خير. كامل اللي راكم جو عندي، ربي ينوركم. واللي دخلتوا معنا جد ما تنساوليش في الجيم والاشتراكات واللي كومونتير تاعكم الشابين، يعطيكم الصحة، ربي ينوركم. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما تنساوش تصلوا على الرسول. هنا قابسه هذه تاع الدهن تاع 500 غرام، انا درت الربع تاعها 125 غرام، 125 غرام تاع مارغارين، يكون ماشي في الثلاجة، يكون في المطبخ دايب. انا درت كمية صغيرة، وانتم اللي بغي يضاعف الكمية يضاعف. حبة بيض وصفار، حبة بيض، هاني نحلها نخليها. هنا زوج مغارفات سكر، سكر ملحي مطحون، غبرة، زوج مغارف كبار، نخلطو مع ثلث كاس تاع زيت، قل من نص ثلث، نخلطو بالفوي مليح تولينا على شكل كريمة. وي تحب تستخدم الباتور هنا تستخدم. هنا زوج مغارف نشاء مايزينو، نزيدو حبة بيض ونزيد الصفار تاع حبة بيض آخر. حلوة اقتصادية. هنا لاغوم تاع الشوكولا، واللي ما عندوش هذه تاع الشوكولا يدير تاع لافاني، هذه تجي ذوق الشوكولا. بما اني زينتها بالشوكولا من الفوق درت لها ذوق تاع الشوكولا في العجينة. احنا نحل حبة بيض، ندير الصفر تاعها والبيض نخليه، تجي تتفتت وحدها الحلوة ما شاء الله. تشوفوها ولات كريمة شابة، خلط جانس مليح. نديرو نص مغرفة صغيرة تاع هذه المغرفة تاع خميرة كيميائية مع كاس فارينة، تشوفو غربلة خميرة تاع الحلويات، بيكنج باودر، نخلط. انا ندير هاد قرصه ملح، انا نسيت دروك عاد ديرتها نتوما ديروها من الاول. انا درت لي زوج كيسان ونص فرينه، وانتم كل وحده على حساب الفرينه نتاعها تتشكل العجينه كما تعرفوا عجينه الصابلي، ماشي يابسه ماشي طريه. راني نزيد الزاوج ثاني، احنا نستخدم يدين، انا العجينه بدات تتقال، نستخدم لي بالاصابع، بالاصابع ما تدلكوهاش، هذه عجينه الصابلي لازم بالاصابع نلموها. كما تشوفوا بصباعين نلم فيها، ويدي اللي مارش فيه العجينه توشي بيه، كي نشوفها ما تتلصقش معناها صايمه ما زيدولهاش. لموها كامل، شوفوا التمت في دقائق هسه، زوج ونص كيسان فرينه. العجينة حطيتها في بلاستيك، وهنا حطيت كاس ملحي متوسط نتاع اللوز، واللي ما عندوش يدير كاوكاو، ودرت زوج مغارف كبار تاع حلوى الترك فتتة، ونعجنها كعجينة، نخلطوها مليح مليح. نزيد هنا مغرفة كبيرة نتاع معجون مشمش، أي معجون عندكم في الدار،
اللي معنا جدي حتى مغرفة عسل، تسلتم هكا تجي على شكل عجينة. غادي ندير التزيين، نخدمها ونحطها. شوفوا هي التمت لي، تاني نحطها في سوليفان ونحط نخليها على جهه. هنا بس ما جات دي العجينه نحلوها، هي قسمت على زوج. انا خاطر العجينه ماشي كبيره نقدر نديرها كامله، بصح هي دارت النص. ديروا نتوما غلاف كيما هكا ولا بابي كويسون، واحد من تحت وواحد من الفوق، وحلوهم متوسطين ماشي رقاق بزاف. الكوشه راه شاعله، نتوما ديروا المرشم اللي يعجبكم. حنا درنا هذا تاع الدمعه، جا على شكل لوزه بما ان درنا اللوز من الداخل ودينا زيننا باللوز. ما ديروا الطابع اللي تحبوه انتم، اي نوع. ما ديروش فرينه كتكونوا تحلوها باش ما تقصح لناش العجينه، كي نجيو نعليوها بالبلاستيك نرفدوها بالعقل هكا تجي الشكل يقعد هو هو ما تبدل ما والو. نكمل كامل الكميه. جبت الصينيه فرشت فيها بابي كويسون، مع هو ما يلصق ما ليهش، اللي ما عندكمش ديروه في الصني ديريكت بلا ما ديروه اي حاجه. راكم تشوفوا السمك نتاعها ما يخشينا ما يقيقه، وشرها شعله. هي في الاول راني مجهدت لها بصح من بعد نقص لها، خلوها اللي عنده الارقام يدير على 170 ولا يتنشف من التحت شويه، نزيدوا لها من الفوق شويه ما نخلوهاش تحمر ونطفولها. درت لي 52 حبه كيما هكا، كي لاصقوهم يجيو 26. جاو ما شاء الله. عمرت زوج الصواني، دخلوهم كي ينشفوا لنا من تحت يبداو يحمروا. شاك تشوفوا ما ينشفوا، طفيت لما خليتهمش يتحمروا بزاف باش يجيو طريين. درت كل حبه مع اختها، انني عاد ما دوك نبدل اللصق فيهم. هذه هنا اللوز مع حلوى الترك ومغرفه مربى مشمش عجن تم. هادو تحصلنا على عجينه راك تشوفني نحلل فيها ان شاء الله الطريقه تكون واضحه. بنفس المرشم اللي خدمنا به ثاني نرشم به باش نحط الحبات في الوسط، نزيد لبدنا ما شاء الله والله غير نوع جديد. وهاد الحبه نتقبوها في الوسط باش في الوسط تحبوا ديروها هكا مرشم ولا حاجه مدوره ولا بالموس كما راكم تشوفوا هكا، باش في الوسط نديروا نيسلي. نيسلي اللي خدمته معكم دوك نحطو لكم في وصف صندوق الوصف. هذا هو راه ليه مانيش عارفه بالك شهرين ولا ملي خدمته معكم تشوفوا مازال جديد ما شاء الله، ما خسر ما والو. ما تشروش من برا، خدموه في الدار. مقادير اقتصاديه نتاعو ما فيهش مقادير بزاف باش الحبه كي تحلوها تجبروا تذوق ما شاء الله والله غير يشهي. ان شاء الله تجربوه وتفرحوا ولادكم وازواجكم والعائله كامله. ولا ديروا كيما هكا بالسكين، حاولوا ديروا ثقب في الوسط في العجينه بالعقل. الحبه راه هشيشه بزاف تاع الكاطو باش ما يتهرسش معكم باش ما تكسرش. جبت بورشيت كيما هكا باش تساعدني في باش نيسلي نعمر بسرعه، نفوت عليهم كامل شويه شويه. ان شاء الله الطريقه راها واضحه راكم فهمتوني. هذه نخدموها من حلويات العيد ودائما حلوه العصر تاني في بعد العيد ان شاء الله.
سهله، ما تديش وقت كبير، في الساعة توجد وبنينه ما شاء الله بزاف. انا خدمت معاكم شحال من حبه، هنا جيبوا الشوكولا اللي عندكم في الدار حطوه فوق حمام مائي. انا درت كاسرون على تحمى ونحط في الغرفيه الشوكولا دو. نخلطوها تشوفوها دابت، نزيدوا عليها زوج مغارف تاع زيت. هنا دخل نزيد عليها زوج مغارف زيت وندربها مليح بالمغرفة ونديرو كلاصاج. الكلاصاج تاعنا عفوا، واللي هي حبيبات اللوز اللي حطيتهم في الغرفة، كنت حمصتهم مليح على نار هادية في الطاجين تتحمروا وبنة ما شاء الله. حطيت باش نزين بهم، هم باردين الآن. نجيبو فرشيطة نحطو عليها حبة تاع الكاطو، وبالمغرفة نديرو كلاصاج ندهن نخويو عليها كما راكم تشوفو. ان شاء الله الصورة راها واضحة قبالتكم. نحطو في بابي كويسون ولا في الشباك اللي عنده شباك. هنا في بابي كويسون الشوكولا اللي تنزل بعد تقدروا تعاودو تقلعوها وتعاودو تحطوها الدوب من جديد، ما يلصقش فيه. نقطروها مليح ونحطوها لهي تزيد تقطر. نزينها بحبات اللوز على حساب الطابع، على حساب اللوزة راكم تشوفوا. اللي ما عندوش اللوز يخليه كيما راه، راه غاية. ولا حبة كاوكا ولا نواط كوكو اللي كاين راكم تشوفوها. بعد ما نشفو راكم تشوفوا بسوجة وما شاء الله، والله غير بنا ما شاء الله. ولادنا هذا ما يحبوا خير من المعسلات، يحبوا حلويات جافة. ما شاء الله 26 حبة وكبار، ثلث كاس زيت و 125 زبدة. شوفوا شحال درنا كمية غرمة. الله يبارك، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. هنا بسمة جابت بغيون، قالت لي نديرو البغيون ملمع غذائي ذهبي بالبانسو. هنا تقول لكم زعما لا تحبوا، اللي يبغيه كيما راه يخليه كيما راه، اللي يبغيه عنده لمعة يدير له هكا لمعة تاع بغيون. هذا اختياري، اللي يدير يدير، اللي ما يخليها هكا خليها راها بنينه وشابه وما شاء الله. ان شاء الله تعيدوا بالصحه ولهنا يا رب، ربي يفرحكم ان شاء الله. اللي يدخلوا معنا جداد ما تنساوناش اشتراكات واللايكات، واللي نسات تطلع دير لنا لايك الفوق باش القناه تاعنا تكبر وزيدوا نطلعوا معاكم ان شاء الله. ما تنساوناش خالص الدعاء نتاعكم في هذا شهر الصيام، وربي يبارك لي فيكم وربي يحفظكم ويخليكم لينا ان شاء الله. استودعكم الله، مع السلامة.